أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هامش مأدبة أفطار أقامتها مشكورة جمعية إغاثة الملهوف في مدينة حلب المحررة لبعض الإعلاميين في المدينة، يسرنا أن نلتقي مع بعض الوجوه الثورية الحاضرة في المدينة المحررة الآن للكلام حول محورين أساسيين. المحور الأول، واقع الإعلام الثوري في الشمال السوري، والمحور الثاني، قناة حلب اليوم ما لها وما عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو يحيى صاحب الدعوة الكريمة، حبذا لو تبدأ من عندك الإجابة، ما هو واقع الإعلام الثوري في الشمال السوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء نشكر الأخوة الإعلاميين اللي استجابوا للدعوة، دعوة الإفطار، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يكرمنا بنصر قريب إن شاء الله، وتكون هذه الدعوة في مسجد الأموي في دمشق إن شاء الله تعالى قريبا. طبعا أنا أريد أن يعني أروي قصة قرأتها عن أهمية الإعلام، ثم نتكلم عن الإعلام في الشمال السوري. في أمريكا عام 1969 دخلوا يعني على أحد الصفوف، كان فيه 40 طالب بيرسموا خطين مستقيمين على اللوح، وخط بكون نصف الخط الثاني، فبيتفقوا مع كل الطلاب بأنه بتقولوا أنه هدول الخطين بيطول بعضهم ما عدا طالب واحد، فبيبدوا بالسؤال مع أول طالب فبيقولوا له هدول خطين، فبيقول لهم هدول قد بعضهم، فهذا الطالب بيندوخ يعني شلون هيك، بسألوا الثاني بيحكي نفس الكلام، بيرجع بقول أنا بكون في شغلة فيني غلط، الثالث الرابع، فلما بوصلوا عند الرقم 39 بجاوب نفس الجواب، فبيسألوه له فهو تلقائيا بقول بطول بعضه. الفائدة أو الشاهد من القصة أنه هن قدروا يغيروا مسلمة عقلية وحقيقة علمية ثابتة في ذهن الطالب من خلال الرأي العام الموجود، يعني هي هذا الشيء المستقى من هذه التجربة، أنه هنا نقدروا يقدروا. فنحن حقيقة أهمية الإعلام ودور الإعلام هو هيك، يعني تلقى الآن بعض القنوات مثلا المتابعين لبعض القنوات ممكن نسميها المؤيدة أو هذا، فبتلاقي يعني من السذاجة بمكان أنه بشوف الصاروخ نزل ونزل بناي وكذا، ولسه تطلع قناة من قنوات مؤيدة بتقول هدول إرهابيين، فهو رغم أنه شاف الصاروخ بعينه وشاف الطيارة، بس من يعني شدة تأثير الرأي العلامة عليه أنه ممكن يغير ويقول لا هدول إرهابيين فجروا شيء كذا. بالنسبة للإعلام في الشمال السوري يعني أو في سوريا، إعلام الثورة إن صح التعبير، بتصوري والله تعالى أعلم إلى الآن ما قدر يوصل يعني للعالمية أو للاحترافية لدرجة أنه يسوي القضية السورية هي قضية رأي عالمي في المجتمع الدولي ككل. يعني نحن اليوم بنلاحظ أمر، مثلا القضية الفلسطينية قدر الناشطين والإعلاميين في الفلسطينيين لدرجة أنه ممكن يصير حالة اغتيال لطفل مثلا في غزة أو في القدس، أو منع مصلين من دخول مسجد الأقصى، طبعا هو أمر عظيم. فبتلاقي القنوات الإعلامية حتى الأجنبية عم بتجيب الخبر وبتستضيف ناس وكذا بتحكي عن الخبر، بينما هون نحن في سوريا ضربنا بالفوسفور وضربنا بالعنقود وضربنا بالنابالم، ذكرنا ولكن ليس ما أعطى الخبر أهميته وصداه في الرأي العام، مثل ما بتلاقي مثلا حادثة مقتل طفل أو حادثة مقتل امرأة في غزة. فالإعلام عندنا والله تعالى أعلم ما قدر إلى الآن يقتحم الساحة العالمية ويجعل قضيتنا هي قضية فعلا عالمية وقضية شعب مظلوم أمام جبار ظالم معتدي. طيب لو سألنا الأستاذ محمد عارف شريفي، هل القضية مرتبطة بقصور أدوات الإعلام المحلي الثوري أم مرتبطة بظروف عالمية، يعني ظروف الحجب الدولي للثورة السورية أن لا تصبح قضية إنسانية عالمية وجدانية؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية نشكر الحضور ونشكر جمعية إغاثة الملهوف على حسن استضافة في هذا اليوم المبارك. بالنسبة للقضية العالمية، حقيقة بأنه كان الإعلام السوري أو الإعلام الثورة السورية التي واقبت حدث منذ عام 2011 كان لها الأثر الطيب في نقل ونشر ما يحدث في داخل السوري. طبعا مراحل الثورة قد تطورت من مرحلة لمرحلة، مرحلة إسقاط النظام إلى مرحلة تدخل الميليشيات الإيرانية، مرحلة تدخل النظام الروسي. هنا نرى بأنه الإعلام السوري في الداخل أصبح قاصر، حقيقة قاصر. صرنا نشاهد بأن الإعلام لم يعد موجه نحو الرأي العام العالمي،
إنما أصبح موجه فقط للداخل، فأنا ما أفتح أي قناة بتألم من قناة لقناة بشوف الخبر فقط موجه للداخل غير موجه للخارج. هي نقطة الأولى. النقطة الثانية، أكيد بأن الوكالات العالمية البعض منها تقوم بتحجيم العلامة الثورة في الداخل، وخاصة يعني بعض العلامات الوكالات العالم الدولية المعروفة مثل CNN والنيوفوكس، فهي علامة موجهة حقيقة لصالح النظام، هذا اللي شاهدناه. ففي عنا طبعا سلبيتين. السلبية الأولى بأنه الإعلام في الداخل مقصر في نقل الحدث نحو الرأي العام العالمي، وفي هجمة إعلامية دولية ضد الإعلام الداخلي. تمام. نسأل الأستاذ جنبك إعلامي، هل ترى أنه الإعلام المحلي فعلا مقصر في نقل الحقيقة أم أنه لا يمتلك أدوات نقل الحقيقة؟ كصفتي أنا إعلامي من بداية الثورة من أيام المظاهرات، تم نقل الصورة الحقيقية التي كانت على أرض الواقع، وبعد فترة بعد دخول الجيش الحر إلى مدينة حلب بدأت بعد فتح المعابر وسيطر عليها بدأت الصحافة الخارجية بالدخول إلى داخل المناطق المحررة ونقل الحقيقة الواقعة. في ذاك الوقت كانت الرأي العام بالمجمل كان يعني يصف لصالح الثورة السورية، ولكن الآن هناك هجمة شرسة دولية على الإعلام الداخلي وعلى القضية السورية بالتحديد. لماذا؟ لأني هناك أجندات خارجية تحرك المنطقة، تحرك لها مصالح داخلية لا تريد للقضية السورية أن تكمل مسارها أو تريد أن تنحرف تحرف مسارها. تمام. الشيخ أيمن، الشيخ حمزة، مثل ما ذكروا الأخوة والأساتذة وخاصة ما أشار إليه الأستاذ أبو يحيى على موضوع تأثير الإعلام على تغيير الرأي العام، فنعلم في السنوات الأولى كان في إعلام غربي وجوده كان له أثر أعتقد أنه إيجابي نوعا ما في إيصال شيء من الحقيقة. بعد تصنيف حلب كأخطر مدينة في العالم وانقطاع كثير من وسائل الإعلام العالمية عن هذه المدينة، تضاعفت المسؤولية على الإعلام المحلي سواء كان حلب اليوم أو غيره، فهل الإعلاميين صار عليهم ضغوطات؟ أيضا نعلم أنه تصنيف حلب بهذا الأمر والخطورة جعل كثير من وسائل الإعلام يعني تبتعد عن تصوير هذه الحقائق التي تجري. المهم في الأمر أنه هذه المسؤولية على الإعلام المحلي الموجود المضاعفة تقتضي زيادة الجهود قدر المستطاع في يعني أمرين اثنين والله تعالى أعلم. الأمر الأول تقوية صلة الإعلام بالحاضنة الشعبية بالمجتمع قدر المستطاع لطرح الأمور على شفافية ومصداقية على أوسع مجال. الأمر الثاني أيضا استغلال كل الوسائل الحديثة الإنترنت والإعلام تويتر وكذا إلى آخره لنقل الصورة الحقيقية والصادقة عما يجري في سوريا وخاصة في حلب إلى العالم. هذه بالدرجة الأولى على مسؤولية الإعلام. قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، من قوة جاءت هنا نكرة لم تأتي معرفة، أي مطلق القوة ليس فقط قوة عسكرية، فقوة عسكرية، قوة سياسية، قوة اقتصادية، قوة إعلامية. وأنبه الآن يعني بأضر شيء ألا وهو القوة الإعلامية، يجب أن نحاول قدر المستطاع جميعا أن يمارس كل منا دوره بخاصة الأخوة الإعلاميين إن شاء الله على نقل الصورة الصحيحة على ما يجري من مظالم على هذا الشعب، ويكونوا هن يمثلوا على الأغلب كل أطياف المجتمع، وأسأل الله التوفيق. أشكرك شيخ حمزة. وكأنه فهمت من المجموع أنه يعني سبب أنه عدم نقل ما يجري حقيقة في المناطق المحررة بشكل صحيح إلى الإعلام الخارجي أو إلى العالم الخارجي هو غياب الصحافة الأجنبية، هذا أولا. غياب الصحافة الأجنبية قصر في نقل الحقيقة إلى الخارج، وأيضا عدم امتلاك الإعلام المحلي مقومات أو أدوات الصحافة العالمية من وسائل تقنية، من وسائل بث، من أقمار صناعية تتعاطف مع القضية السورية. ولكن أنا أريد أن أطرح الموضوع من وجهة نظر أخرى. ألا ترون بأن غياب مشروع موحد لفصائل المعارضة السورية، فصائل الثورة السورية عفوا، هو الذي أثر الإعلام ولم يستطع الإعلام أن يجتمع أيضا على قضية واحدة؟ غياب المشروع الموحد الإعلامي هو الذي يعيق أيضا نقل هذه الحقيقة إلى المجتمع الدولي. شيخ أيمن، شو رأيك؟ هو أكيد يعني دائما عندما يكون هناك جسم واحد في العسكرة يعني أكيد الصوت الناس الإعلاميين كلهم سوف يصبح موجه لشيء معين، يعني عندما تحدث أي حادثة سوف يسلط الضوء عليها.
ويعني حتى الغرب يعني ده يكون صار في عنده انه قناعه هاي الحادثه انه وقعت هون وفي المكان وفي الزمان المحدد، فاكيد يعني الاعلام الغربي راح يتاثر كثير عندما يكون هناك جسم واحد. ولكن حتى الغرب ما بده يصير عندنا جسم واحد، يعني هو الغرب يعني سعى كثيرا لافشال دائما مخططات التوحيد بين الفصائل، نحن بنعرفه يعني. يعني صار كثير دعوات للتوحد، ومع ذلك سعى جاهدا انه ما يوحدون من خلال سحب الدعم ومن خلال يعني اجنده خاصه كان هو يرتئيها. فنحن والله اعلم اذا نحن سعينا يعني حاولنا انه نحن بايدينا انه نحن نوحد بعضنا ونكون لحالنا انه وحده في الاعلام وفي الفصائل، فهذاك الوقت ان شاء الله نحن سوف نوصل صورتنا بايدنا، ما راح نستنى غيرنا ليوصلنا صورتنا، او انه ما راح يقتنعوا مننا قد ما وصلنا لهم. فالصوره هي واصله عندهم، يعني صوره مثلا القصف في هالمكان هو عندهم، يعني ما بده دليل وما بده برهان لا يؤيد له، ولكن هو ما بده يساعدنا، فهي الفكره والله اعلم. انا سانقل المثال اللي طرحه الاستاذ ابو يحيى للاستاذ عبد الغني بانه نجحت القضيه، نجحت الفلسطينيين في تحويل القضيه الفلسطينيه الى قضيه انسانيه ذات محتوى عالمي، بعد عالمي انساني، ونحن لم ننجح بعد 6 سنوات. استاذ ابو اسلام لماذا؟ بدايه الله يعطيكم العافيه، حقيقه في عده اسباب يعني مش الموضوع الناحيه الاعلاميه، إذا ندخل للأسباب اللي ما خلت نكون عنا مؤسسة إعلامية أو يكون نحن عم نشتغل كضمن تصور لنقدم نوصل هاي الرسالة، في عدة أسباب. الناحية الأولى بتعرفوا أنتم بتذكروا من سنتين الماضيتين كان في دخول صحافة أجنبية يدخلوا ويتجولوا وينقلوا الصورة، وكان في الصحافة الإعلامية تشتغل تكتب مقالات من داخل حلب من القضايا اللي عم بتصير، هموم المواطنين، ملقاءات مباشرة عم بتصير كانت. هذا الشيء الأسباب تمت طبعاً، حالات الخطف اللي تمت لبعض الصحفيين، حالات الابتزاز اللي تمت، والناحية الأمنية تمت لبعض الاختراقات تمت من قبل الصحفيين اللي كانوا تابعين لأجندات معينة. هذا الأمر طيب حاول دون دخول الصحفيين إلى الداخل الداخل المحرر يعني. أحد الأسباب. طبعاً أحد الأسباب. نعم. القضية الثانية نحن كالمجتمع اللي عايشين فيه الظروف اللي عم تمر فيها يعني في هناك يعني خلينا نسميها إنه عدم جرأة أو عدم يعني طبيعة الشعب ما يتقبل إنه صورة الإعلام يعني بتحس إنه شيء غلط إنه إذا حكيت أو شيء إنه محرم أو إنه في البعض منه بلايم باب الإحراج، البعض بتهرب من المقابلة، بتهرب يحكي، ما بحب يظهر، ما بحب يحكي، ما عنده الجرأة يتكلم في هالموضوع هذا يعني. كمان هي نقطة تانية يعني ضافت لأنه ناحية الضعف الإعلامية. مشان موضوع ادخال الصحافة حقيقة نحن مجلس محافظة حاولنا أكثر من مرة، مشان موضوع إنه بدهم الحماية، بدهم مين يقول لهم لدول الصحفيين إذا دخلتوا ما في داعش تخطفكم، ما في داعش تبتزكم، ما في داعش مثلا تذبح يعني تاخذكم. قلنا لهم نحن عملنا تنسيق مع بعض الفصائل العسكرية الموجودة إلى ثقل على الأرض، وما عندهم أي مانع بدخول أي صحافة أجنبية كانت. طبعا هذا الأمر هون وقف عند الحكومة التركية، تصريح المرور هي ما عم تعطي من عندها مشان هي الناحية الأمنية ندخل من المعابر يعني. طبعا في لجنة تواصلنا ولقينا مع السفير عدنان آخر لقاء كان في طرح انه راح يوصل هذا الأمر للحكومة، وتشكل لجنة من مجلس محافظة تابع تاخذ تفويض من الفصائل العسكرية ويدخلوا لأدخال الصحافة إلى قلب حلب لنقل الصورة. يعني حقيقة بتساعد كثير إذا دخلت الصحافة الأجنبية لقلب الحدث وشافت قصف الطائرات وشافت قصف الفوسفور ونقلت هي لوكالات الإعلام الأجنبية والقنوات الإعلامية، بصير لها تأثير إيجابي أكيد، رح يصير نقل صورة تانية معاكسة للشيء اللي عم ننقله نحن الشباب الناشطين أغلبهم والإعلاميين. لكن كيف تقيم دور الإعلام المحلي؟ اتركني من الإعلام الدولي الآن، الإعلام الخارجي، كيف تقيم دور وسائل الإعلام الثورة في نقل ما يجري في المناطق المحررة؟ حقيقة يعني الإعلام المحلي الله يجزيهم الخير أغلب الشباب اللي عم يشتغلوا بهذا المجال من ضمن نسق واحد أو ضمن هيكلية واحدة فكرية خلينا نعتبر أو مهنية، البعض ما كانت مهنته هي الإعلام، البعض لجأ لهي المهنة لشافها أنه وسيلة يمكن يساعد فيها الثورة لتنجح لأنه هو ابن ثورة وبهمه تنجح، البعض شاف فيها أنه مجال جديد دخل عليه ليتعلم فيه شيء جديد، ما كانت الصورة واضحة عند البعض طبعا ليوصل كافة المفاهيم أو ينقل الصورة حقيقة للمجتمع الخارجي. صار تأثير
ضعيف دوليا وجدا محدود اقليميا، يعني بالنسبه للاعلام المحلي يعني ما كان هذا التاثير. هلا اليوم انت بتطلع قنوات الاعلاميه، بتطلع الصحف الرسميه، يعني جزء بسيط او نسبه قليله بتلاقي من الاعلام المحلي انه تاثير بهي الصحافه او في تواصل معه. اغلبهم عم بيعتمدوا الوكالات هن المعتمدين سابقا، حتى المراسلين نحن للاسف المراسلين الموجودين على الارض اغلبهم يعني ناقلي خبر، عم بكونوا ما عم بكونوا يعني مؤثرين او عم بفرضوا شو موجود كسياسه ثوريه عم بوصلوا او كسياسه مناطق محرره عم تصل من خلال هي الرساله الإعلامية. أغلباً عبكون هو نقل هذا الخبر من ناحية وليس صانع للرأي العام، ليس صانع للرأي العام بشكل يعني مطلق، إما نسبي في بعض الحالات ممكن لبعض الأشخاص اللي حازوا على يعني حازوا على مكان نتيجة تواصل ونتيجة مجهود قدموه، البعض خرج لدول أوروبية، البعض سافر لدول عربية وإقليمية كمجهود شخصي وليس كمؤسسة يعني إعلامية، رأى كشخصيات مستقلة طبعاً. طيب سأنتقل، شكرا استاذ عبد الغني، سأنتقل للاخ ابو عبده، هو قائد قطاع في الجيش الحر، واسالك سؤال: هل ترى حقيقه ان الاعلام المحلي الاعلام الثوري ينقل اوضاعكم انتم في الجيش الحر، معارككم، امالكم، الامكم، مشاكلكم بمصداقيه ومنطقيه الى المجتمع المحلي والدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو مظبوط عمال بنقول، بس استاذ مصطفى مثل ما قلت، بس المعدات هي اللي اثرت عليهم، هي أهم ناقصة المعدات، يعني الله يعطيهم العافية، وطلعان ما يمهنته وعمل بطلع وبقدم روحه يعني يساعدوا بساعدوا المجاهدين، بس هي هالمعدات هاي وهالتقصير هذا اللي عم بصير هو اللي عم بأثر عليهم. يعني أنت رضيان الآن عن دورنا نحن كإعلاميين في نقل ما يجري في المناطق المحررة، الآن هل ترى أنه بهذه المرحلة بالذات وسائل الإعلام استطاعت أن تنقل يعني هول الهجمة الروسية وهجمة النظام الطيران أقصد على حلب مثلا وريف الشمال والغربي؟ أكيد، على مستوى أكيد لا، الشباب ما قصروا أكيد، لحتى أنا في ناس اتصلت فيني من برا من السويد ومن أمريكا، وأنه صار أنه إشو هي حلب تحترق، أنه صارت ضجة إعلامية كبيرة هنيك، وأنه لحتى في هنيك من السويد عم يحكي معه رجال كبير، عم يحكي مع أخوي عم بقول له إيش هو هذا، وصار يبلغ يفهموا، طلعوا معهم مظاهرات مع السوريين، طلعوا معهم مظاهرات، صاروا انضموا معهم وطلعوا مظاهرات معهم. ممتاز، الله يعطيك العافية. أول واحد معنا أستاذ علي أبو الجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية جميع، نشكر أستاذ يحيى والأساتذة الأفاضل جميعا على مادبة الإفطار. بالنسبة للإعلام الثوري حقيقة هو مثل ما تفضل الأستاذ عبد الغني، ابتدأ من شباب طلعوا يعني الكل ما هي مصلحته، ما هي مهنته هاي، في منهم طبعا طلعت مع دارسين صحافي، من دارسين نقول لك بكالوريا، في من بعض الشباب ما هي دارسي، ولكن كصورة الصورة انتقلت بشكل نظامي من الأرض، انتقلت بشكل نظامي الصورة انتقلت، ولكن في عندك الوكالات العالمية هي اللي ما بتاخد هيك صورة، واللي ما بدها تاخد هيك صورة، ولا بدها تفرجي العالم عن هالصورة هاي. طبعا الناشطين على الأرض ما قصروا، خاصة بآخر حملتين كانوا اللي هي حلب تحترق، الحملة الثانية أوقفوا إرهاب روسيا، حملتين يعني صاروا عالميات وأخذوا صدى كبير. ولكن بالنسبة للإعلام الثورة قلت لك الشباب كلها ما قصرت واشتغلت، ولكن في ضعف بالمادة الإعلامية، في عنا ضعف نحن كبير بالنسبة للواقع اللي عم بصير عنا هون. ضعف في التسويق أم ضعف في المحتوى؟ ضعف في المحتوى، ضعف في المحتوى، لأنه ما في أداة توصلنا يعني توصل هالشباب أو معدات كاملة تخلي هالشباب هي اللي مثلا تقدم هالمحتوى هاي او هالمادة الإعلامية توصل فكرتها كاملة. نعم استاذي، شو رأيك، توافق كلام الاستاذ علي؟ تماما، مثل ما قال الاستاذ حاج علي ابو الجود، اول شيء نقص الخبرة عند الشباب، الخبرة الصحفية او المهنية الإعلامية، لانه اغلبهم مهن كانوا مهن إعلاميين ولا هن صحفيين، ومناطق حلب محررة كلها يمكن بيتواجد صحفي او اثنين اكاديميين خريجين صحافة. وطبعا في كثير تحديات بتواجه الاعلاميين وانا منهم طبعا، اللي هي كنقص معدات او عدم تواجد معدات احترافيه مثل اللي عند الغرب او عند الاوروبيين. طبعا في بعض خلينا نسميها حالات فرد قليله جدا، مثل المضايقات الامنيه من بعض
الناس اللي بيسموا حالهم على الفصائل الثورية متنفذين تماما المتنفذين. ونرجع السبب الرئيسي اللي هو انه عدم المهنية الاحترافية عند الاعلامي او الصحفي اللي بيشتغل هون اللي هو صحفي اعلامي ثورة مثل ما قلنا. وبالنسبة للاعلام بحلب هون بالمناطق الشمال السوري فعلا نحن محتاج للاعلام الغربي يدخل يكون موجود معنا. وعدم تواجد الاعلام الغربي انا بشوف انه مثل ما قال الاستاذ او اسلام ما في مين يكفل الامان او الرعايه له او يامن حياته طبعا خاص على الحدود انه بمساله الدخول يطلع له داعش غير داعش حدا مشابه يعني هذا النوع. شكرا. على عندك راي شيء؟ هلا رأيي الشخصي بصراحة إنه بس بدي أقول كلمة أو أوجه كلمة لكل الإعلاميين، الله يعطيهم العافية الإعلاميين الثوريين، إنه نحن ماشيين تحت مبدأ الحمد لله رب العالمين، الإعلام الثوري هو إعلام ناجح برأيي الشخصي بصراحة، معدات بسيطة، ناس غير أكاديميين بس عم بيطلع معهم شغل كتير منيح، يعني يمكن نحن ماشيين على مبدأ إنه بأن الرصاصة قد تقتل شخصاً ولكن الكلمة قد تقتل شعباً، ككونه بإذن الله نحن ماشيين على هالمبدأ وماشيين على هالقواعد الأساسية، أكيد الله سبحانه وتعالى بده ينصرنا، بس الفكرة الأهم من هيك انه برجع وبقول منحمل احيانا بصراحه خلينا نكون صريحين شفافين كتير بعض الفصائل العسكريه اخوتنا من عدم قدره دخول الاخوه الاعلاميين الغربيين بسبب عدم تسيير اماكن اقامتهم او تنقلاتهم، ما في جهه موحده ممكن انه تحميهم. يعني انا احد الاشخاص اللي علاقات عامه كتير أشخاص بداية الثورة نزلوا واشتغلوا منهم كريستيان ومنهم أنتوني ومنهم لوبيز صحفيين إسبانيين، وأول سنة اشتغلوا بشكل كتير منيح بالثورة السورية حتى وصلوا أفكار المعاناة السورية ومعاناة الشعب السوري والقصف لحظة بلحظة لإسبانيا ولأمريكا ولكافة الدول وبريطانيا. للأسف نكون صريحين بعد بسنتين من بداية الثورة أو بالسنة الثالثة بدهم ينزلوا لقوا مشاكل أكبر من هيك، نزلوا أسبوع ما قدروا يكملوا لأنه لقوا أنه حلب ما كان يعني ما ظلت مثل ما بقولوا مع بداية ثورته، صار في فصائل عسكرية متعددة، صار في جهات متعددة، عاق عملهم بشكل كتير كبير. طيب مشكور. نحن أنا قبل أن أنتقل إلى المحور الثاني واللي هو قناة حلب اليوم ما لها وما عليها، لابد أن أنوه إلى أني حضرت مؤتمر صحفي لمجلس المحافظة والآن موجود رئيسين يعني رئيسين مكتبين في مجلس المحافظة، الأستاذ عبد الغني شوبك رئيس مكتب العلاقات العامة والأستاذ محمد عارف شريف رئيس مكتب القانوني، وسمعت كلاما على لسان وعلى لسان الأستاذ الشيخ معاذ أبو صالح بأن مجلس المحافظة يتكفل للصحفيين الأجانب بأنهم يأتوا إلى حلب ويدخلوا إلى حلب وبحمايته الدائمة وكل الفصائل تعهدت بذلك. أظن الأخوة الموجودين بيستطيعوا أكدوا هذا الكلام. المايك بس اخر اجابه للاستاذ ابو اسلام ثم ننتقل الى المحور الاخر. هل خصوص استاذ ابو اسلام اللي عم تمر فيها حلب في هذه المرحله ضروري انه يدخل هذا الاعلام؟ بننوه انه لموضوع انه الكفاله الصحفيين البعض صار عنده هاجس من الدخول لسوريا، موضوع داعش واعدامات الصحفيين اللي تمت وحالات الابتزاز، وتطلع تقرير من فتره اخيره انه داعش تعتمد على مصدر دخل رسمي من شو اسمه من فرض المبالغ على المعتقلين من الصحفيين من نتيجة اختطافهم أو كده فدية يعني كفدية أو كمبلغ أنه بتأخذوا منهم لقاء إطلاق سراحهم أو لقاء مبادلتهم. طبعا هذا الأمر نحن ما عاقنا، تواصلنا مع الفصائل العسكرية الموجودة بس التواصل إلى الآن شفهي. من شوي كنا عم ننسق لهالموضوع رح تشكل لجنة رسمية من مجلس محافظة ويصيغ بيان رسمي وتاخذ تصريح وتوقيع مكتوبة من الفصائل العسكرية، يعني عشان الأمر يصير جدي، ما يفصيل عسكري اللي ما عندي مشكلة بعد شوي تطلع دورية تعيق عمل الصحفي إذا كان عم بصور في قطاع معين تابع له. هاي اللجنة رح تتواصل مع الفصائل العسكرية كلها على الأرض، وقلت لك نحن حملنا للسفير عدنان التركي إنه رح يجيب لنا الجواب من الحكومة التركية لموضوع التصريح يتم عن طريق مجلس محافظة وإدخال الصحفيين. طبعا هذا الأمر إطلاقه صعب فتحه، كما تعلمون في بعض الصحافة تابعة لجهات معينة أو أجندات محددة معادية للثورة السورية
في عندها رسالة معادية للثورة السورية ورسالة قد تكون استخباراتية بمهمة ليست إنسانية. نحن مع إدخال الصحافة الإنسانية، نحن مع إدخال الصحافة الرأي الآخر وتشوف وتنقل الوقائع اللي عم بتصير من قلب حدث ومن قلب حلب ومن أي مناطق عم بتصير فيها قصف، أي مناطق عم بتصير فيها مجازر، يجوا يشوفوا وينقلوا هاي المعاناة اليومية اللي عم بعيشها الشعب السوري، خاصة أهالي حلب اللي سلم عم بعيشوها أقرب من سنة ونص. يعطيكم العافية. شكرا. مداخلة؟ طبعا في احد اهم الاسباب على الاطلاق بعدم دخول الوكالات والمكاتب الاجنبيه او الوكالات العربيه حتى، اللي هو القصف الجنوني الروسي النظامي لمناطق حلب بالتحديد ومناطق سوريا بشكل عام. هذا احد اهم الاسباب على الاطلاق لعدم دخول هاي الوكالات او حتى الصحفيين بشكل فردي. القصف الجنوني، يعني اي وكاله عالميه ما فيها تعمل مكتب بحلب او بالشمال السوري بشكل عام وبعد يومين انقصف بالفوسفور او بالبالم او بغيره. تمام، هذا احد اهم الاسباب يريد تسلط الضوء عليه. شكرا. بدي انتقل بعجيل للمحور الثاني، ونحن بين المغرب والعشاء وصلاه التراويح او شكيت. ابو يحيى، قناه حلب اليوم القناه الوحيده الموجوده في مدينه حلب المحرره، على الاقل في محافظه حلب المحرره وفي الشمال السوري، وهي الاشهر اعتقد ضمن يعني سوريا ومن بدايات القنوات التي عملت في مجال الثوره. ما لها وما عليها، أين ترون أنها أصابت وأين ترون أنها أخطأت ووقعت في مطب فيما يخص نقل ما يجري في الداخل المحرر؟ طبعا سؤال يعني محرج، سؤال عام ولكن محرج وصعب، ولكن صلى الله سبحانه مقاربة ما في مشكلة. طبعا أكيد أول شيء طبعا بدون أي مجاملة مشكورة قناة حلب اليوم، لأنه حقيقة هي من بدايات انطلاق الثورة وقفت جنب الشعب، وهي أنشئت أصلاً رحم الثورة وكان لها دور وأثر كتير كتير كبير. وأنا يعني أنا واحد الناس كان لم يعني كتير أيام أخبار مظاهرات وخصوصاً في البدايات كنت أخذها من حلب اليوم إنه طلعت بفلان مكان وهذا، فكان لها مصداقية شديدة جداً ولها أثر كبير جداً جداً على الأرض. ولكن ممكن نحن يعني ممكن من بعض الأمور اللي بنعترف فيها على حلب اليوم انه يعني والله تعالى اعلم، بما انه ما في غيره كان لازم يكون لها دور اكبر بممكن نقول فضح بعض الممارسات المسيئه من قبل بعض فصائل الجيش الحر، كان لازم يكون لها هذا الدور. يعني بما انه هي تبنت الفكر الحر وتبنت انه هي تكون يعني ناطقه باسم هذا الشعب المظلوم وهذا الشعب اللي خرج على الظلم وعلى الظالمين، فنحن حقيقة وبدون يعني نحكي بكل شفافية خرج لنا بعض من ظلم هذا الشعب وهم ينتسبون إلى الثورة والثورة منهم براء. تمام. فنحن صراحة أنا من بعض الأمور اللي أعطف فيها على حلب اليوم أنه هي كان لازم يكون لها دور أكبر بكتير بهذا المجال. يعني أمر تاني، ممكن في بعض الأوقات مع كل أسف نرى أنه يحصل خلاف بين فصيلين، وحلب اليوم لها شعبية يعني ولها جمهور كتير، فكان لازم يكون إلى دور وتوضح وتفضح الناس المعتدية والناس اللي ظلمت، فهذا دور لا يستهان به أبدا. ومثل نحن ما بنعرف أمر مهم أنه يعني هي لما هي عم تخاطب بالأخير الحاضنة الشعبية، هي عم تخاطب هالناس العوام، هالناس اللي ممكن ظلم من قبل فلان أو ظلم من قبل علان، فلما هي عم تحكي باسمهم فأول شيء بيعطيها رصيد إلى أكبر بكتير ويعني عند الناس وعند الحاضنة. والأمر الثاني بعود أي شخص بده يظلم بحسب ألف حساب، أو انكتب اسمه على هالقناة أو هون وفي بيعرف مثلا في 500,000 أو مليون متابع، فهو راح يعني هذا الشيء أثر عليه كثير وعلى عمله فبيحسب ألف حساب. فأنا كان هذا الجانب ممكن تخصص ندوات خاصة، ممكن تحكي بشكل عام بنشراته، هذا أمر بقى هن آلية تطبيقه مسؤوليتهم، ولكن لازم أنه تدخل في هذا الجانب وبقوة، لأنه إذا ما قضينا على الظلم الحاصل في بعض حالات الظلم وليس هذا ما قضينا عليها راح نتم يعني مع كل أسف في بعض الأوقات عم نرجع لورا حقيقة وما عم نتقدم، فلا بد من القضاء على مظاهر وحالات الظلم الحاصلة في هذه المناطق. في نهاية هذه الندوة أعزائي المشاهدين لا يسعنا إلا أن نشكر حسن استماعكم وصبر الأخوة المشاركين والمستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.